قبل بدء موسم الحج تحذير للمصريين المتجهين إلى السعودية، الحج بتأشيرة السياحة غرامة وترحيل. سمعنا من مصدر موثوق في اللجنة العليا للحج عن تحذير شديد بخصوص محاولة أداء فريضة الحج بتأشيرة السياحة. طيب اللي هيعمل كده هيحصل معاه إيه؟ القبض والترحيل. الناس اللي هتخالف واللي هتأدي فريضة الحج بفيزة السياحة هيتقبض عليها من قبل السلطات السعودية وهتترحل لمصر من غير ما تتمكن من أداء الحج، وهيتمنع من دخول السعودية 10 سنين بعد الترحيل. طيب كل ده بسبب إيه؟ لأن تأشيرة السياحة مش مخصصة لأداء فريضة الحج. طيب بالنسبة لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية، سمعنا من مصدر في غرفة شركات السياحة عن ضوابط محددة تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة الشخصية بأداء الحج هذا العام. إيه السبب؟ أولاً زيادة أعداد حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية، وحرصاً من الدولة على تنظيم عملية الحج، الضوابط صارمة، غرامة مالية كبيرة للمخالفين، ونظام مميز لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية. طيب إيه الهدف من الضوابط دي كلها واللي اتكلمنا فيها؟ أولاً حماية حقوق المواطن من النصب والاحتيال، والحفاظ على سمعة المواطن المصري وحماية حقوق الدولة. عاوزين تعرفوا تفاصيل أكتر؟ كل التفاصيل هتلاقوها على البوابة المصرية للعمرة. فكر كويس قبل ما تحاول إنك تروح تحج بفيزة السياحة عشان ما تقعش في مشاكل وتعرض نفسك للمساءلة القانونية. لما نتكلم في 10 سنين منع من زيارة السعودية، فده رقم كبير جدا، وهنعرض نفسنا، يعني منظرنا هيبقى وحش. فنتجنب ان احنا نخش في حاجة زي كده لانها ممنوعة. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.